مجموعات خبراء التقنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عبد المحسن القحطاني من قناة خبراء التقنية. هذا أول شرح يعني لي في قناة خبراء التقنية. اليوم راح أشرح لكم ميزة في نظام iOS 16. أنت لك الخيار أنك توقفها وتشغلها، اللي هي إرسال الرسائل تلقائيا من خلال سيري. طبعا شنو فايدة الميزة؟ إذا أنت قلت لسيري مثلا أرسل رسالة، طبعا هي شغالة الميزة حتى في الرسائل النصية، تمام؟ يعني مو بس بالواتساب، لكن أنا بجربها معاكم في الواتساب، راح نجرب الحين. لكن قبل أن نبدأ، ياريت تعطون لايك للمقطع وتشتركون في قناة خبراء التقنية إذا كنتم مو مشتركين، وتفعلون زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد في قناة خبراء التقنية. طبعا أول شيء ميزة التكلم صفحة الإعدادات، نروح لها سيري، بعدين سيري والبحث، تمام؟ سيري والبحث، أسأل معلوماتيا، تاريخ أرسال الرسائل تلقائيا، زر. هذه الميزة أرسال الرسائل تلقائيا، تشغيل. أنا عندي شغالة، طبعا هي تكون عندك تلقائيا مسكرة، متوقف، تمام؟ لأرسال الرسائل سريعا دون أن يطلب منك سيري التأكيد قبل الأرسال، شغل أرسال الرسائل تلقائيا. طيب راح نجرب الحين أرسال الرسائل تشغيل، نخليها تشغيل ونقول لسيري مثلا أرسل رسالة واتساب إلى إبراهيم عبد الله العازمي، تمام؟ ماذا تريد نشوف. تقول إلى إبراهيم عبد الله العازمي؟ كيف حالك؟ سأرسل، كيف حالك؟ مثل ما تلاحظون، لو تلاحظون أن سيري أرسل حتى بدون ما يقول لي هل أنت جاهز للإرسال. فخلونا نشوف. صفحتي واحد من ميزة التكلم، صفحة وتساب، اضغط مرتين للفتح، تمام؟ وتساب إبراهيم عبد الله العازمي، قلبي أحمر، رسالتك، كيف حالك؟ 4:06 صباحا، تنشيط الافتراضي. طبعا هذا على سبيل المثال، تمام؟ ولا أنت تقدر تقول لسيري أي رسالة عادي يعني. وبس، طبعا هذا هو شرح مختصر للميزة. كان معكم أخوكم عبد المحسن القحطاني، ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.